والعصر. أقسم الله عز وجل بالزمن بالدهر. إن الإنسان لفي خسر ولا ينجو أحد من هذا الخسر إلا من توفرت فيه أربع صفات: إلا الذين آمنوا، الثانية وعملوا الصالحات، الثالثة وتواصوا بالحق، الرابعة وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هنا بالإيمان وبالعمل الصالح تزكي نفسك بإذن الله، تكمل نفسك. إذا ذقت هذا الخير من هذا الدين، إذن احرص على أن تبلغ هذا الشيء الطيب وهو الدين إلى الآخرين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذن وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا فيه إيصال النفع للآخرين حتى يستفيدوا وينتفعوا كما انتفعت. وتواصوا بالحق، يوصي بعضهم بعضا بماذا؟ بالحق. الحق ما هو؟ هو الدين، العقيدة الصحيحة، دين الإسلام. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ يوصي بعضهم بعضا بأن يثبتوا على هذا الحق الذي أكرمهم الله عز وجل به، وتواصوا بالحق.